بالمره طالما انا موجود في ترجوفة سنتر او اللي هو فرانك سنتر، خلينا نشتري اي حاجه تساعد في الفطار. انا المفروض عندي كبده من امبارح، كبده مش كتيره، هم كانوا حاجه وانا اكلت جزء منهم او نصهم والباقي فضل النهارده، بس محتاج ان انت تظبط اي حاجه. نشتري بس عصير، ايه رايكم؟ يعني نفسي بعصير المانجا مش عارف ليه، خلينا نشتري عصير مانجا. يلا فك كيسك يا ابو هريدي. السلام عليكم، ازيكم، اخباركم ايه؟ بقول لكم انا قاعد هنا في المول التجاري ده ترجمة سنتر، وعاوز اعمل لكم حلقه عن السوبر ماركت داخل المانيا. ايه رايكم نخش النهارده نشوف السوبر ماركت، نخش اكتر من سوبر ماركت ونشوف الجو فيه ايه النهارده. يلا بينا، يلا بينا. في هنا سوبر ماركت اسمه نورمان، رخيص جدا، انا دايما بشتري منه. يا رب الاقي فيه الزيتون المخلل، كنت اشتريت منه زيتون مخلل لعبوة تقريبا مش فاكر نص كيلو حاجه زي كده، كانت ب3 يورو. فبالنسبه للثاني علب صغيره طبعا ده اوفر، نص كيلو وتقريبا ب3 يورو حاجه كده انا اشتريته. فرب نلاقيه دلوقتي، ناخد برطمان يا رب. المول بصراحه هايل، ده سوبر ماركت نورما اهو، شايفين؟ يعني اللي عاوز يجي يشتري منه حاجه محل رخيص جدا، ويبيع اشياء كتيره جدا، هتلاقي فيه كل شيء انت بتحتاجه. خلينا ندخل، الله المستعان. بصوا لقيت الصف دون ما فيهوش زيتون خالص، تخيلوا، يعني حاجه غريبه جدا يعني، ولا زيتونه. في خيار مخلل انواع بقى صغير وكبير، وفي اللي هو الماركوف ده او الجزر المبشور دون طريقه معينه، وفي اللي هو الكرنب، يعني في حاجات كتيره جدا، لكن الزيتون مش موجود. في حتى عيش غراب اهو معمول المعلبات، لكن الزيتون ده مش عارف ايه الحكايه، حتى ما اعرفش. في هنا طماطم بالبطيخ، يعني انت واخد بالك؟ مش عارف بصراحه يعني، ربنا يسهل عشان احنا بس ايه نظبط. اناناس، كل ده فراوله، مفيش. بصوا اخيرا لقيت الزيتون ب 79 سنت. هشتري بقى وخلاص، يعني هشتري عبوه دي وامري لله، انت خد بالك. في حاجه تانية زيها اهو اللي هي دي، دي محشيه لوز حاجه كده يعني، ولا توم، ده مش عارف اللي يعرف يقول. لقيت برضو نوع من انواع الفلفل، فخدت دي ب 79 سنت، يعني اقل من يورو، ماشي مصلحه. في فلفل اهو، اهو معمول بطريقه طبعا معينه، انا ما كنتش الحاجات دي، بس هو الزيتون عشان رمضان وايام رمضان اللي انتوا عارفينها، لان العبوه الكبيره دي انا مش لاقيها ومش عارف انا شفتها فين. في بيتزا هنا طبعا، الحاجات دي كلها معظمها طبعا اكيد لحم خنزير، فريح دماغك يا باش بوش، وبلاش تاخد الحاجات دي لما تعرف انت هتاكل ايه اصلا. طبعا سوبر ماركت كبير، دي حاجات، ده دجاج تقريبا معظمه، دجاج ولا لحمه؟ لا، او دي كرومي ممكن، والله ما عارف. لحم الخنزير اسمه ايه؟ بيج، مش عارف. المهم ما علينا، احنا كده كده مش هنشتري، بس واضح ان ده صدور فراخ يعني. يعني في حاجات بقى متبله ولحمه مفرومه اهي، انا عارف كده احنا ما ليناش فيه. بصوا الطماطم دي غريبه جدا، حتى انا ما اعرفش سعرها كام يعني، بس شكلها غريب قوي. انواع كثيره من الطماطم، لكن الطماطم دي يعني سبحان الله بيفننوا في الزراعات يعني. انواع كثير من الطماطم، ولكن ألذ حاجه في الموضوع البقلاجان، البرنجان المخلل، بكامل واحده، الواحده تقريبا بيورو ب 99 سنت، صح كده؟ ابرجاني يعني قريبه من برنجان، واخد بالك؟ بس انا عندي في البيت. طب المانجا، بص المانجا، ناخد ايه رايكم؟ ناخد واحده عنب من دي، العنب ده لذيذ جدا انا جبته. في العدم الاسمر ده برضو حلو، ناخد واحد منهم. وفي مانجا، مش عارف اخد مانجا ولا ما اخدش، خلينا ناخد عنب وناخد مانجا، ماشي؟ يلا. خدنا واحدة عنب من هنا، واحدة عنب من هنا، العنب ده
او سعره 2 يورو 49 سنت، الثاني 2 يورو. ماشي، يعني العبوه دي نص كيلو يا جماعه، عمار يا دول عربيه، نص كيلو بتقريبا 2 يورو ونص، وده ب2 يورو. ف هنحرم نفسنا من الاكل، كل يا باشا وهيص وخليها على الله. كنت هشتري بيض، وبعدين اول مره اشتري بيض على فكره هنا، اشتريته مره تقريبا كده سايب، يعني ما اشتريتش عبوه زي دي تقريبا على ما اعتقد، او لا عبوه صغيره، افتكرت فيها 6 حاجه كده او 5 مش متذكر. المهم فقلت طب في رمضان انا هشتري ليه الكلام ده؟ ملهاش لازمه صح؟ ملهاش شغل معاك دلوقتي، احنا عاوزين هوبر، واخد بالك يا برنس؟ هوبر، اديني هوبر يا برنس البرنس. بص التوم، التوم بصوا هنا بقى، الزبادي. المفروض الحاجات دي انا باخد حاجات زيها، السميتانه معرفش ايه الحاجات دي اهو. بص الراجل اخد ما شاء الله شويه حلوين، وبرده في حاجات. بص يعني العبوه دي بتقريبا ب 55 سنت يعني في هذا المنعطف يعني. طبعا حاجات كتيره تقدر تنقي منها زي ما انت عاوز. في جبن، يعني كيس الجبنه ده تقريبا في المانك حاجه كده، بصوا ده ب 2 يورو ونص، ده بيورو و19 سنت. شايفين الجبنه دي؟ الجبنه دي بيورو و60 سنت، اهو ال 59 سنت كده، وهكذا يعني. وادي الاسعار، يعني بالنسبه للناس اللي عايشه هنا الحاجات دي مش غاليه، يعني بالنسبه لهم الايام دي ممكن تكون كانت غاليه او بقت غاليه، خلينا نقول بقت غاليه، لكن زمان ما اعتقدش ان الحاجات دي كانت غاليه هنا للناس اللي عايشه داخل المانيا. ومش الغلا ده في المانيا بس يا جماعه، على فكره ده في كل العالم، خلينا ما نضحكش على بعضينا. يعني الناس اللي هي بتقول ان في المانيا مظاهرات والناس بتاكل بعضها، مفيش الكلام ده، ناس عادي عايشه وبتشتري وبتاكل وبتشرب، مفيش اي مشكله بالنسبه لهم، فهمت؟ فالغلا زي ما قلت لك في كل العالم، حتى في روسيا، روسيا الاسعار دلوقتي فيها ما بقتش زي الاول، ماشي؟ بس طبعا الحرب الروسيه الاوكرانيه اكيد اثرت على العالم، وبالاخص الدول العربيه اللي كانت بتعتمد على القمح وغاز طبيعي بتاع الروس او حتى الاوكران. وصلت؟ في اكلات انت صعب ان انت تاكلها في ايام الصيام دي، يعني مثلا الطعميه، انت واخد بالك؟ الطعميه صعب جدا ان انت تاكلها في هذه الاوقات يعني. في هنا طعميه بتتباع في علب برطمانات، وفي في حاجه كده وبتحط عليها ميه وبتظبط نفسك. وبتقلي بقى وتعيش الحياه بس. طيب خلينا نتكلم على الخضار، اللي هو الحاجات اللي الناس بتحب، الخضار السوتيه يعني او التورلي يعني. يعني زي ما كنا بنشوف الكلام ده في اوكرانيا برضو موجود هنا، وفي اي حته حتى في الدول العربيه هتلاقي الكلام ده، في اي مكان، في اي مكان في العالم يعني. الاشياء دي مش جديده في هذه الاوقات يعني، واخد بالك؟ في اهو حاجات اهو بسله وجزر وبتاع، وشفت برطمانات تاني كمان بسله وجزر مظبوطين على التخديعه بتاعتهم وعيش، او هتاكلهم مسلوقين كده وتعيش برضو. شفت اكلات جاهزه دي برضو منتشره هنا في المانيا، وهوريكم جزء منها ان شاء الله. يعني الشيء بالشيء يذكر يعني، بصوا الفلفل المحشي حاجه، فلفل محشي مش عارف حاجه بيضاء، ممكن تكون جبنه، في مكرونه سباجيت معموله جاهزه تسخن وتاكل. طبعا في حاجات خاصه بيهم هم، ولحم الخنزير برضو تسخن وتاكل. برضو في حاجه هنا برضو تسخن وتاكل، هنا وتسخن وتاكل. طبعا واحد هيقول لي تسخن ايه يا خلود؟ هقول لك تسخن اللي انت شايفه ده، بتعرف تقرا المانيا برنس، اقرا وربنا يكرمك. ده متهيألي كشري ده، معقول؟ يعني مش عارف، حاسس ان ده كشري وانا بتسيألي ولا ايه؟ ده حاجات لحم خنزير اهو برضه، قصه. ماشي، جبن اهي، شايف؟ في حاجات اهي برضه اللي هي يعني ممكن يكون دجاج، ممكن يكون لحم خنزير، الله اعلم. طبعا مش هاكل الكلام ده، بس انا بقول لك من باب العلم يعني. في حاجات اللي هو الستيك اهو متحمر وجاهز تقريبا على التسخين. في معرفش ده شكله، بص ده وش كده خنزير يعني. في دجاج اهو، كل حاجه عليها اسعارها يعني، 3 يورو تعمل وجبه غدا واطلع يا برنس. في بطاطس مسلوقه، يعني عارف انت في السوبر ماركت هتلاقي كل حاجه، والناس حسب ما بتاكل وحسب ما هي متعوده. انت عمرك ما هتيجي مثلا من بلدك العربي، يمكن انا قلت الكلام ده في اوكرانيا قبل كده، قلت انت عمرك ما هتيجي تفرض حريه دينك، او هتفرض دينك على الناس هنا، او تقول لهم كلوا كذا او ما تاكلوش كذا،
او تلبسه كذا او ما تلبسوش كذا، كل الحاجات دي حريات شخصيه للناس في اوروبا. عاوز تعيش في وسطيهم بهذا الموضوع على بركه الله، مش عاوز خليك بقى في البلد اللي انت عايش فيها افضل وريح دماغك، عشان الناس دول اصلا مهما تقول لهم مش هيغيروا اللي هم بيفكروا فيه او طقوسهم وعاداتهم وتقاليدهم مهما عملت الا من رحم ربي. في ناس بتخش الدين بتاعك سواء الدين المسيحي او الدين الاسلامي بارادتها، وفي ناس لا. فهمت؟ الموز ده انا كنت بجيب يعني النوعيات دي دايما باستمرار، بس ما كانتش بتبقى خضره كده. عموما هو لو اخضر برضه لو حطيته عندك في البيت يعني يوم بكتيره هتلاقيه اصفر. في الكمثرى شايف، في الفراوله، في ايه تاني، في خوخ، في تفاح اصفر، تفاح احمر، في خوخ شركه تانيه، انت خد بالك شركه تانيه. وكل الاسعار زي ما انت شايف بقى، ايه يا برنس هو وتعيش حياتك، مفيش حاجه اقل من 2 يورو يعني هتلاقي اقصى حاجه يورو و60 سنت، لكن كله 3 2، في 3 33 اهو، في 2 يورو. وانت تدور بقى تشوف ايه اللي مكتوب عليه السعر وتعيش حياتك. في الكيوي، عندي كيوي في الثلاجه، وعندي برتقان كمان. دي الكاكا، دي كويسه جدا لمرضى السرطان، ربنا يشفي كل مريض يا رب. ماشي، يعني فاكهه كتيره جدا. بص الارنبيط ده او بيقولوا عليه الكرنبيط، ماشي، يعني ده اتني فيه وسيبني اعيش، و يعني بص اكلني كل يوم منه. بص ما بملش منه ابدا الارنبيط بجد. هو الملوخيه، ده كرنب، نوع من الكرنب برضه، جزر، ذره، اللي هو الزنجبيل ولا الجنزبيل، لفت، لا ده ايه، فجل، يعني ده فجل، ده نوع تاني من الفجل. يعني في بصل هنا لو حد عاوز بصل، في البطاطس دي، كل بقى الاسعار بقى وانواع كتير قوي. لسه خارج من السوبر ماركت، السوبر ماركت كويس جدا، بس انا خلاص مش هاجي هنا تاني. ليه؟ لان انا ما بحبش حد يتعنصر عليا، يبقى عنده موقف عنصري بالنسبه لي عشان انا مش عارف لغه، فبسالها البنت لقيتها تشنجت كده بطريقه رخمه، ما بحبهاش الحكايه دي في الاوروبيين، لما ما يكونش فاهمك يتشنك عليك، مش مثلا يعني منتهى الغباء صراحه يعني. فعشان كده مش هاجي هنا المكان ده تاني بسبب الكاشيره دي. شوف حد شغال في المكان ممكن يكره العميل ان هو ما يخشش هذا المكان تاني، المفروض الناس تبقى تضرهم رحب يعني. بصوا انا دخلت سوبر ماركت تاني، تقريبا دي نفس البرطمان ونفس الحشوه اللي احنا شفناها من شويه، كانت بيورو و 29 سنت تقريبا، حاجه زي كده. طبعا اللي هو اللي انا لسه شاريه يعني مشابه لده كده ب 2 يورو 29، يعني الاسعار ما شاء الله. 2 يورو اللي هو اسمه اولوفين، اولوفين، ايوه كده اولوفين، يعني عشان ما اكونش بحاول ادوحر في اي حاجه، فاهم؟ في اكياس اهو شايفه ب 2 يورو و19 سنت، واخد بالك؟ في شركات كتير، بس هنا المحل ده غالي غالي. اوليفين اهو، بص اوليفين، اوليفين كويس، يعني ممكن اكون نطقتها الاول صح وجيت لما انطقها تاني، شكرا. يعني الواحد لسه بيحاول، يعني بيحاول يجر في رجله في اللغه. يعني مثلا العبوه دي عبوه جرجير، ماشي، بكام يا باشا الجرجير؟ ب 99 سنت يعني يورو، انت واخد بالك؟ الجرجير انا مش عاوز يعني، بس انا حبيت بس اعرف سعره يعني. عاوز ادور على ملوخيه، لو عطفت في ملوخيه ان شاء الله باذن الله نجيب ملوخيه. ما اعتقدش ان في ملوخيه، ممكن يكون في معلبات، لكن الملوخيه اللي هي القدره دي زي الحاجات دي ما اعتقدش، ما اعتقدش، ما اعتقدش. او ليه ما تعتقدش يا عم خالد؟ ما تقفلش الموضوع كده، اكيد فيه بس انت ما انتش عارف. دي برضو حاجه من الاكلات الجاهزه، سخن وتاكل، يعني مكرونه اهي شايفها، فاصوليا خضراء يعني حتى مش بيضة، وده بقى تقريبا غالبا الصوص بتاعها يعني غالبا كده، الله اعلم مش عارف يعني. ممكن يكون سلامي، معرفش سلامي دي ايه يعني، اللي هو بص بقى هنا شايف لحم الخنزير، ده لحم الخنزير، بيكون، بيكون يعني اكون قريتها كويس يعني، كل ده خنزير اهو، ده تونه، سوشي،
فاهم؟ بيكتب حتى في اوكرانيا كان بيكتب برضه، ما بيخدعوش حد. طيب هاخدكم لقسم تاني، يعني ده بنجر، في ناس بتحب اللي هو السلطات من النوع ده، يعني في ده كفته معرفش بالصلصه، في مكرونه، في جزر، في جبن جزر، في لا ده خيار، عفوا خيار، خيار انا قلت جزر، يا له على الصيام، في زيتون جوه هو، في معرفش ده رجله ولا ايه، ده خس، واخد بالك، بتطلع وبتوزن لنفسك، اهو الميزان اهو، وتحط الصوص بتاعك وباي باي. في الناحيه الثانيه خليني اوريكم، يعني مكرونه نوع تاني، بطاطس، مش عارف ده ايه صراحه، انا كده كده لو ذبحتني ما اكلش الكلام ده، مكرونه انا اصلا بكره النوع ده من المكرونه، معرفش مكرونه غريبه، مكرونه رخمه رخامه يعني، ما شاء الله من ساعه ما شفناها هنا وانا ما باكلهاش اصلا يعني. بس ده تقريبا الموضوع كله يعني، وال 100 جرام بيورو 19 سنت وهكذا. وانا بلف بدور على الفاكهه، تخيلوا لقيت ايه؟ لقيت حرنكش. والله يا جماعه حرنكش اهو، شايفينه؟ حرنكش حرنكش حرنكوش. كان في واحد راجل عجوز كان يمشي بالشارع يقول حرنكش حرنكش حرنكوش اهو. يعني الحمد لله لقينا التراث المصري الجميل. في اللي هو الاناناس ده، اللي هو الشمام الاصفر ده، يعني في شمام تاني نوع تاني اصفر اهو برضه، في موز. والله الفاكهه هنا حلوه، الواحده الكيوي دي ب 29 سنت. كويس كويس كويس. في حاجه تاني فوق اهي ب 79 سنت، معرفش ايه الفرق بينهم يعني، مش عارف. في السفندي، بص السفندي قد ايه، ممكن يكون مصري، بس المصري ما بيعملش كده، ممكن البرتقال ده اللي يكون مصري، عشان مصر تنتج البرتقال، البرتقال الضخم ده. يعني انا شفت في اوكرانيا في حاجات بالشكل ده، الفستق ال 100 جرام ب 100 ب 2 يورو الفستق. تمسم بقى لنفسك وتظبط الكلام. في بلح اهو شايفينه، في قراصيا، وفي مشمشيه، لا مفيش قراصيا، في مشمشيه بس، واخد بالك، شفت قراصيا في مكان تاني يعني. يعني ده تقريبا كل حاجه داخل السوبر ماركت زي ما انتم شفتوا، تنوع. لو عاوز وجبه جاهزه، لو عاوز تعمل انت اكل هتلاقي، لو عاوز فاكهه هتلاقي، اي حاجه هتلاقيها داخل السوبر ماركت. يعني تقريبا كل الاشياء في السوبر ماركت متواجده وبكثره كبيره جدا. يعني في تنوع في الثقافات، حتى في نوع الاكله تلاقي انواع اكل كتيره، وانت ومزاجك، عاوز تاكل تاكل، مش عاوز براحتك. يعني انا حبيت اقول لك على الموجود في السوبر ماركت. طيب مش عاوز اطول عليكم اكتر من كده، يعني كانت جوله النهارده قضيناها مع بعض، ومشينا اخوه واصدقاء واصحاب، وقعدنا نهزر ونضحك. اتمنى فيديو النهارده يكون عجب حضراتكم، صباحكم جميل، خلي بالكم من نفسكم يا عرب، اشوفكم على خير، سلام عليكم.